شلونك؟ شلونك سعديه؟ يا ميت اهلين وسهلين، شلونك اخي؟ اهلين اختي سعديه. اهلين اخي خطاب، والله اهلين وسهلين فيك. اهلين نزار. اهلين يا اخي والله. اهلين اهلين نبيها. اهلين لك. اهلين حديد. اهلين سريه الحلوه، كيفه؟ والله قلنا لحالنا ما رح تجي وتآنسنا. والله لو كان علي انا مالي حابب الجي لعندك كله. يا مو عم بمزح عم بمزح. يا ميت اهلين وسهلين فيك خطاب، واهلين بنبيها واولادها. تفضلوا تفضلوا. يا اهلين وسهلين والله، نوري. يا ابو حمدي للحاره، زيك الله زيك، وهي الذهبات حلال عليك انت ورجالك. الله يعوض عليك يا ابو حمدي، اعتبر انه ابو دباح والماضي خلصنا منه. حسات نحن ليش عم نفوت هالفوته؟ مو مشان نخلص على رشيد والدبور؟ المختار أهم يا أبو العاص، أهم. لا، رشيد والدبور أهم يا عزاد. مو أهم سيدو. شلون مالون أهم؟ أبو حمدي قال لي إنه أول زلمة لازم أخلص منه هو المختار. بقى فهمت علي ولا لا؟ إذا أبو حمدي قال هيك صار لازم نخلص منه ومن أبو عاصف ومن أبو الصيد. ما بدي حدا يعرف إنه أبو حمدي ولا هالقصة يا عزاد. ها، ما بدي حدا يعرف. وجب سيدو، طلبات أبو حمدي أوامي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إلهي يا حق يعوض عليك كل قرش بعشرة ويرزقك يا رب. الله يخليك إياك أبو عمي. إيه؟ تقبر عندي إلهي. معليش يروح بكرة أحكي بكريمي. لا لا، ما عاد تحلوي نطلب انت ابو حمدي بالعيد جنازيها، ما عاد تحلوي. طيب شو دخل هيدي هي ابن عمي؟ نحن هلا بس رايحين نحكي فيها للبنت. هلا افهمي علي واجدي لي هلا بعد العيد بكم يوم. يعني كم يوم؟ كم يوم قلي؟ شغلة 10 ايام لبين ما هالصبي ينسى بنت عمه. ايه مثل ما بدك. ايه مشرف، مشان العيد وصلت لك على لحمي. ولا تنسي تحسبي حساب امي بالمعمولة. على عيني ابن عمي. الله يرضى عليكي.